بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keagungan dan kemanisan bacaan kalam suci ilahi tetap terasa walaupun sekerap mana ianya diulang-ulang. Justru bagi meneruskan semarak majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 untuk malam ketujuh ini, majlis dengan sukacitanya menjemput peserta yang kelima. Peserta ini akan mengalunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bermula ayat 168 surah Al-Baqarah. Sayyidati anisati sadati nuwasilu ihtifalana ad-dawli bitilawatil Quranil Karim lilailatis sabi'ah bidawatil musyarikil khamis lihadhil laylah liyatluwa alayna ma yatayassaru lahu min ayatillahil bayyinat ابتداء من الآية 68 بعد المئة من سورة البقرة فليتفضل مأجورا. Dengan segala hormatnya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أولئك.
يروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على النار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, Qori yang baru saja memperdengarkan mujizat suci kalam ilahi itu tadi ialah Encik Ahmad Aibar, peserta yang mewakili negara Turki. Duyufana al-kiram, li'ilmi hadratikum anna al-musyarik al-khamis qabla qalilin huwa Sayyid Ahmad Aibar, al-qari'u alladhi yumathilu al-jumhuriyata Turkiyah.